danna alamar like, sannan ku danna alamar subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa domin mun ɗora sabon fim a sanar da ku. Mun gode. الحمد لله الحمد لله الذي خلق فصوى وقدر فهدى وأصعد وأشقى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا أحمده تعالى وأشكره على جزيل نعمائه وسابق عطائه أشهد أن لا إله إلا الله تنزه وتقدس عن الشريك والوالد والولد والصاحبة والند والنزير والمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وصفيه في خلقه المختار ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله في السر والنجوى فإن أجسادكم على النار لا تقوى عباد الله اتقوا الله واتقوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد واتقوا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واتقوا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا واتقوا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أما آن لنا أن نراجع صحائف أعمالنا ونختبر أنفسنا قبل أن يداهمنا الزائر الأخير فدقائق الحياة وثوانيها إخوة الإيمان تابوت فارغ يملؤه المرء بما يشاء ويختار من الخير والشر ولن يغلق هذا التابوت إلا يوم أجله وإذا أغلق فلن يفتح إلا يوم القيامة وحينئذ يقال للمرء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا عباد الله أمامنا فرص وأخرى للاستدراك قبل أن يداهمنا هذا الزائر الأخير هذا الضيف الذي نخشاه ونتفصد عرقا كلما ذكر
ولا يأمن منه إلا الذين تحققوا نعم الله عليهم وتيقنوا المصير. هذا اليقين الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم بين أصحابه كما روى أبو سعيد الخدري، وجلس على المنبر وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، رواه البخاري. هذا اليقين الذي جعل الكريم يوسف عليه السلام يتمنى أن يتوفاه الله فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا اليقين الذي جعل بلال بن رباح رضي الله عنه وهو في قاب قوس الموت تتحسر أهله فيما تراه عليه من حالة الموت، فقال: ما لك تحزنين؟ غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا. أما أنا وإياك فنحن في حسرة دائما من الموت وفي خوف منه، والسبب كما أحصى أحد الصالحين أحد أربعة: